السلام عليكم. اليوم حلقتنا نهجم على قرية في لعبة كلاش اوف كلانس. طبعا انا كان عندي حساب البيت مالتي كان مستوى 13، بس هذا الحساب كان بالجوال والجوال تفرمت، فهسه اني بدأت توتني، مو توتني يعني صار لي 4 ايام، فقيموا لي البيت من 10 والقرية مالتي من 10، وهسه راح نهجم ان شاء الله. بسم الله، خلينا نبلش. هذا القرية جنودي قلال، مو مثل هذا. لا نروح على غير واحد. هذا زين شباب، هذا زين. راح نهجم على هذا اول شي. خلينا نحط هذول المتفرجات هنا ونجيب العمالقة. حط 3 هنا واثنين هنا على شكل. نحط الجنود ان شاء الله نفوز. الفوز بالجيب. ايه هو هيج. حلو، ما دام القرية كل هذول المدافع كل مستوى واحد لهذا. هو أهم شي المدافع والراميات سهام، هذول أهم شي. سنحط الغول. الغول لازم تحطه قبل لا يكون اكو مدافع، فهمت شلون؟ يب، الفوز بالجيب. قلت لكم الفوز بالجيب. شباب قولوا لي بالتعليقات اذا تريدون انشر كلاش اوف كلانس اكثر، اكتبوا لي تعليقات. لو تريدون نشر التماثيل، هذا الفيديو التماثيل اللي نشرته قبل هذا الفيديو، كيفكم بعد؟ او ماينكرافت او تحشيش، صوتوا على ياهو اكثر واكتبوا لي بالتعليقات. ويب فزنا. اوكي شباب، هنا نوصل لنهاية المقطع. لا تنسون اللايك والاشتراك، ومع السلامة.